بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أعزائي متابعي القناة، هنكمل النهاردة الأدلة اللي بيستدل بيها المسيحيين على صلب المسيح عليه السلام على حسب زعمهم. فهم دايما بيتكلموا عن الخلاص وعن يسوع الفادي المخلص اللي خلصهم من خطية آدم، فهم اللي اخترعوا الكذبة دي وصدقوها. وإذا كانت مهمة يسوع المسيح على الأرض إنه فادي ومخلص، كان المفروض إنه بنفسه هو اللي يقول الكلام ده. والنص اللي بيستدل بيه المسيحيين على إن المسيح جاي علشان يخلص هو: فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا: يا رب، أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا أيضا؟ فالتفت وانتهرهما وقال: لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلصها. فمضوا إلى قرية أخرى. ولكن أحب أصدمكم وأقول لكم إن الجزء اللي هو وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص، النص ده مضاف وغير موجود في أقدم المخطوطات، ويتضح من صورة النصوص في المخطوطة السينائية مكان الجزء المفقود من النصين لوقا 9:55 ولوقا 9:56، والحال نفسه موجود في المخطوطة السكندرية. فالصورة بتوضح الجزء المفقود من النصين لوقا 9:55 ولوقا 9:56، واللي بيأكد عملية التحريف اللي تمت إننا لو حذفنا النص المضاف مش هنلاقي أي اختلال في النص. فلو قرينا النص قبل الإضافة: فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قال: يا رب، أتريد أن نقول أن تنزل نارا من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا أيضا؟ فالتفت وانتهرهما فمضوا إلى قرية أخرى. فيسوع ما قالش ليوحنا أو يعقوب إنه جاي ليخلص، لكن التفت وانتهرهما فقط. مش المخطوطات بس هي اللي بينت عملية التحريف، ده الترجمات كمان وضحت التحريف ده. فتعالوا نقرأ الترجمة العربية المشتركة اللي بتقول: رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قال: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟ فالتفت يسوع وانتهرهما فصاروا إلى قرية أخرى. والنص في ترجمة الرهبنة اليسوعية بيقول: فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قال: يا رب، أتريد أن تأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟ فالتفت يسوع وانتهرهما فمضوا إلى قرية أخرى. وفي نص موجود في إنجيل لوقا الإصحاح 19 عدد 10 شبيه بالنص المحرف، والنص ده بيقول: لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. ولكن السياق اللي ورد فيه النص ده يختلف تماما عن المقصود بالخلاص المزعوم. فالنص ورد في قصة زكا العشار اللي يسوع بات عنده لما دخل مدينة أريحة، والعشارون هم مجموعة من الناس اللي كانوا بيجمعوا الجزية المكررة وكانوا بياخدوها لنفسهم. علشان كده اليهود كرهوهم وأطلقوا عليهم لقب لصوص. علشان كده اليهود تذمروا وغضبوا لما المسيح راح بيت زكا العشار وقالوا إنه دخل لبيت رجل خاطئ. وعلشان زكا العشار كان عنده رغبة شديدة إنه يستضيف المسيح عنده، قرر يتنازل عن نصف ماله. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. فتوبة زكا العشار هي اللي حصلت بها خلاصه، وكان السبب بركة لكل البيت وخلاصه. فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم. فالمسيح كان سبب في توبة زكا العشار، وبالتالي سبب في خلاصه. ولذلك قال: لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، يعني جاء علشان يدل الخطاة اللي هلكوا بخطاياهم عن طريق التوبة، وبتوبتهم هيكون خلاصهم، ومش المقصود بخلاصهم هو الصلب زي ما بيزعموا. ولو كان النص ده دليل على إن المسيح هو المخلص، فليه أضاف كاتب إنجيل لوقا جزء من النصوص وقال: لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص؟ مش كان يكفي نص واحد بس، ولا هو تكرار وخلاص؟
ومن الملاحظ ان كاتب انجيل متى هو كمان اشار للنص الموجود في انجيل لوقا وقال في متى 18:11 لان ابن الانسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. وبالرجوع للمخطوطة السينائية لقينا النص ده مضاف، فلو بصينا للصورة هنلاقي انه بنهاية نص متى 18:10 بيبدأ نص متى 18:12، مفيش اصلا وجود لنص متى 18:11. وباعتراف ترجمة الرهبانة اليسوعية عدم وجود النص في جميع المخطوطات، فإن ابن الإنسان جاء ليخلص ما قد هلك لا ترد هذه الآية في جميع المخطوطات. وللأسف المسيحيين حرفوا أو أضافوا النصوص دي علشان يدعموا فكرة الفادي والمخلص واللي مات على الصليب علشان يفدي البشرية. ودائرة المعارف الكتابية أكدت أن التحريف كان بيتم لتدعيم أو وضع عقيدة لاهوتية في العهد الجديد. تقول دائرة المعارف الكتابية طبع دار الثقافة الجزء السابع صفحة 295 تحت حرف الميم، وقد حدثت أحيانا بعض الإضافات لتدعيم فكر لاهوتي، كما حدث في إضافة عبارة والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة اللي وردت في يوحنا الأولى 5:7، حيث أن هذه العبارة لا توجد في أي مخطوطة يونانية ترجع ما إلى ما قبل القرن الخامس عشر. وعلى هذه العبارة جاءت أصلا في تعليق هامشي في مخطوطة لاتينية وليس كإضافة مقصودة إلى نص الكتاب المقدس، ثم أدخلها أحد النساخ في صلب النص. ولو كان في نص صريح على لسان المسيح أنه جاي علشان يخلص البشرية من خطية آدم ويتصلب ما كانوش أضافوا النصوص دي، وكل اللي جه في الكتاب المقدس عن سبب مجيئه هو أنه هيبشر بملكوت الله. وده بيتضح في أقوال المسيح في لوقا إصحاح 4:43، فقال لهم إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخر أيضا بملكوت الله لأني لهذا قد أرسلت. وهنا المسيح قال أنه أرسل علشان يبشر بملكوت الله في السماء، ففين هنا الخطية اللي جه علشان يفدينا منها؟ وهنا ممكن نسأل سؤال تاني لأصدقائنا النصارى، إذا كان المسيح هو الله بحسب اعتقادكم فإزاي يكون هو الله ويبشر بملكوت نفسه؟ فالنص هنا بيبين إن في اتنين اللي هم المسيح والله، ولو كان المسيح هو الله كان المفروض يقول أرسلت لأبشر بملكوتي. ومن مهمات المسيح أيضا اللي جه علشانها إتمام الناموس، علشان كده بيقول في إنجيل متى إصحاح 5:17 لا تظنوا إني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل أكمل. وأعظم مهماته الدعوة لتوحيد الله لما قال في إنجيل يوحنا الإصحاح 17:3 وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وبكده ما يكونوش حفظوا وصايا المسيح اللي أمرهم بيها لما قال لهم إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، فمحدش سمع كلامه وحفظ وصاياه ولكن حرفوا واضافوا وحذفوا وبدلوا براحتهم، على الرغم ان عندهم نص بيقول اني اشهد لكل من يسمع اقوال نبوة هذا الكتاب، ان كان احد يزيد على هذا ويزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. ولما حد من عوام المسيحيين يسمع كلمة ان الكتاب المقدس محرف يصاب بالهلع زي الست دي بالظبط. مدمرة. انا عارفة. انا مدمرة. أنا عارف مخنوقة بجد. أنا عارف هو اللي الإسلام اللي بيقولوا الإسلام إنه كتابنا المقدس محرف ده صحيح؟ مش كتابنا محرف يا روز، الترجمات اللي في إيدينا ترجمة لكن الكتاب موجود ومحفوظ. ما هو الترجمة، ما هما بيقولوا لنا الكلام ده، بيقولوا لنا الكتاب اللي موجود بين إيديكم محرف. بصي انت عارفه الصدمه اللي انا واكلها دلوقتي. الست اتصدمت لما عرفت ان كتابها محرف، والمشكله انها بتقول ان المسلمين بيقولوا. احب اعرف حضرتك ان المسلمين قرأوا لعلماء المسيحيه واطلعوا على المخطوطات اللي اكدت التحريف ده، والمذيعه دي بتقول ان الترجمه هي المختلفه وهي بتدلس وبتكذب وباين عليها التوتر ومش عارفه ترد اصلا، لان الكتاب المقدس اللي كتبه بشر واللي كتبوه عمرهم ما قالوا انه وحي من الله، لدرجه ان احد علماء المسيحيه قال على الاناجيل انها مجرد مذكرات للرسل. وتناقضات الكتاب المقدس هي اللي قادتني للإسلام،
لان بالعقل كده ما ينفعش الله كلي العلم ينزل كتاب فيه تناقضات. وفي نهاية الحلقة أسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.